سلام، اهلا بكم في هذا الدرس. تكمله للدرس السابق راح نتحدثوا على الانتراكتيفيتي تاع الجافا سكريبت. توجور انا في لانتروديكسيون، الجافا سكريبت تحسن مظهر وشو تحسن مظهر الباج ويب. اما انا تحسن مظهر الباج ويب، هذا مثال بسيط يعني تاع كيفاش تحسن مظهر الباج ويب. يعني احنا كي ندخلوا في الجافا سكريبت وشو ندخلوا ان شونجمون دو لا سورس، ما تقدر تعملها لنا الا جافا سكريبت. صافي عندنا دو سورس ديماج، ايماج 1 ايماج 2، هذه ايماج طافيه ايماج شاعله. هنا نقولوا تورن اون ذا لايف، يعني شعلنا لا لون، وكون كليكيو على تورن اوف ذا لايف راح تطفى لا لون. الجافا سكريبت يولي يسمح لي باش يعني شونجي لا سورس. اون فوا كي نكليكيو على اون ذا لايف شعل، اوف ذا لايف طفي لا لون. دونك هذه من مزايا جافا سكريبت. هادو ثاني دي زيكزامبل لي يحسنو لنا مظهر لاباج. باغ اكزومبل هنايا كيفاش نحسبو لا دات، كيفاش نديرو الديسبلاي تاع لا دات و التايم، جوست نكليكيو على البوطون هذا يعطينا هنايا كيما رانا نشوفو هنا لا دات و التايم. وسي هنايا كيما رانا نشوفو هنايا جافا سكريبت، هنا عندنا اليمون اتش تي ام ال كيما راكم تشوفو فيه هنايا مكتوب. هذا حنا كي نكليكيو على الكليك مي، كليكيو على البوطو كليك مي، واش تجي تجينا هنايا النتيجة كيما رانا نشوفو فيها هنايا، يختفي العنصر تاع ال HTML. دونك هذا كليك دونك هي تتحكم في الايفنت التفاعليه تاع لاباج جافا سكريبت. وهذه الامثله راح نشوفوهم بالتفاصيل. يعني الانتراكتيفيتي اوسي تاع الجافا سكريبت وشيوا في الجرافيك فيزوال فيدباك، يعني عندها رجوع مرئي وعندها جرافيك، وهذا راح نشوفوه في ليجو ديفلوبمون تاع ليجو. يعني جافا سكريبت هي تستخدم اساسا باش نطوروا دي زابليكاسيون تاع لي جو افيك لينيتي 3 دي. كذلك هي تسهل النافيغاسيون، تسهل لنا النافيغاسيون. الجافا سكريبت هي بيرفورمانس، عندها لي بيرفورمانس في لي كالكيل و فاليداسيون. الكالكيل يعني كومن حاسبه، يعني تحسب لك لي زوبيراسيون ماتيماتيك عادي جدا، جوست كليكي باش تفاليدي العمليه الحسابيه تاعك وهي تفاليديها لك. ولكن ناخذ بين الاعتبار ان العمليات الرياضيه ولا لا فاليداسيون راهي تصرف في البروزر في جهه الكليون سايد وين تتواجد الجافا سكريبت. دونك نكتفي بهذا الدرس عن التفاعليه تاع الخاصيه المميزه للجافا سكريبت اللي هي التفاعليه تاع لاباج، تتحكم في الايفنت. نلتقي في دروس اخرى بتفاصيل اكثر.